وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الناشط المدني علي عزيز، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. رفضتم قانون الانتخابات الذي يتيح فوز المرشح دون احتساب نسبة 51%، ما هو وجه اعتراضكم على القانون؟ يعني قانون الانتخابات اليوم اللي تم اقراره اليوم طبعا في نوع من المحاسن الغريبه جدا، في كذا سلبيات كثيره طبعا القانون. نعم. احنا عندنا اهم من كل هذا، يعني مثلا عندك نقاط مهمه بالقانون ما تمت معالجتها. يعني حسب القانون انه سيكون دوائر متعدده، ولكن ربط ذلك بتصويت البرلمان، اي ان هناك غياب للمعايير. ولا نعرف ما هي الآلية التي سيتم اعتمادها لاعتبار المنطقة دائرة أو أكثر. لذلك فتعتبر هذه مشكلة تم ترحيلها ولم يتم حلها. هناك سلبيات في اعتماد الأقضية، وهناك سلبيات في اعتماد النسبة السكانية. هذه من جملة الأمور التي نعتب عليها. الإيجابية مثلا هي الانتقال من نظام القوائم الذي يكرس سلطة الأحزاب إلى النظام الفردي. نعم. نعم. هل ترون أن عملية اختيار قضاة مفوضية الانتخابات تؤهل الانتخابات نزيهة بعد عملية المحاصصة التي اختير من خلالها القضاة؟ لا، كلا، لا نعتبر هذا. وأما بالنسبة لموضوع القرعة التي جرت يوم أمس، قرعة كانت قرعة محاصصة طبعا بامتياز، وإحنا عرفنا القضاة اللي تم اختيارهم يعني مع الاسف انه استطاعوا هؤلاء، يعني هذه الزمره الحاكمه يا اخي استطاعت ان توهم حتى الامم المتحده بهذه العمليه، حتى بالممثلين الامم المتحده اللي حضروا هذه القرعه. الاسماء اختيرت بامتياز، اسماء محاصصه طائفيه، ثلاثه من الشيعه، اثنين من السنه، من الاكراد كذا، ومن الحزب الاتحاد الوطني ممثل، وحزب الديمقراطي الكردستاني ممثل. نهائيا هذا الشيء مرفوض. اخي اليوم احنا طبعا انتفاضتنا اللي صارت، يعني اكو نقطه دائما الحكومه تحاول تضيعها، ان الحكومه والبرلمان. يا اخي احنا انتفضنا ضد كل هذه الوجوه، انتفضنا ضد هذا البرلمان برمته. هذول الممثلين هذول ما يمثلون شعبنا، ما يمثلونا كليا. احنا اليوم هم قاعدين يسوون اشياء يعني احنا يعني بعيدين عنها. نعم. كيف تتوقع أن تكون ردة فعل المتظاهرين في ساحات الثورة على هذا القانون وعلى ما تحيكه الأحزاب السياسية للالتفاف على الثورة؟ اليوم الأحزاب السياسية عندها محاولات عديدة أن تلتف بها السلطة. هذه المحاولات منها مثلا بتشوفون أنت اليوم المسرحية اللي صارت بالبرلمان، وكأنما البرلمان احنا اليوم سميناه، اليوم استهزأنا فيه، سمينا التكية البرلمانية اليوم. أما رئيس البرلمان العراقي اليوم اثبت وبجداره قل نظيرها انه مهرج من الطراز الخاص. احنا نسميه اليوم سميناه بساحه التحرير قرقوز العراق. يا اخي احنا اليوم يلتفون علينا بكل الوسائل. شوف زرعوا وخيم بنص خيم المتظاهرين، خيم مندسه وخيم لناس احنا سميناها الخيم الموبوءه، اللي هي عباره عن ازلام النظام من اجهزه امن وطني واجهزه استخبارات. اليوم حاربونا بالقتل، حاربونا بالخطف، حاربونا بالاغتيال. اليوم يلتفون علينا ببرلمانهم اللاشرعي. شوف انت الاستخفاف بالدم العراقي وبالشهداء وبالجرحى، لحد الان لا يزالون يصرون على ترشيح اسم برئاسه الوزراء اجباري ان يكون مدعوم من ايران واحزاب ايران بالسلطه. اليوم مثلا اعطيك قصي سهيل فرضوه، الان عندنا تسريبات. نعم. يردون مثلا بدل قصي سهيل عبد الحسين عطان او اسعد العيدان اللي على دكه الاحتياط، وكانما مباراه كره قدم وهم يلعبون بالوقت الضايع. الشعب لا يسكت، الشعب لا يقبل باي مرشح موبوء من هذه الاحزاب الفاسده القاتله. اليوم وبكل وقاحه وبكل صلافه يطلعون وزرائهم سواء وزير امن وطني او مسؤوليهم بالحشد يتهمون شتى الاتهامات، وهم الذين يعتقلوننا ويصدرون اوامر قبل. شوف انظر مدى 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 يعني مدى خفه هذه الحكومة، يصدرون أوامر إلقاء القبض علينا ويأتون لإلقاء القبض علينا بطريقة العصابات. ينتظروننا نخرج من ساحة التحرير كي يتم خطفنا، وبعدها نتفاجأ بوجود مذكرات اعتقال. يا أخي احنا الآن محكومين من قبل زمرة تقودها عصابة. نعم.
اليوم كانت هناك تظاهرات رفضا للعملية السياسية، وتمت قطع الطرقات في الكثير من مدن الجنوب. إلى أي مدى سيؤثر حراك الجنوب بوقف المصافي على سبيل المثال على الكتل السياسية، على الحكومة، ويجبرها على الاستجابة لمطالب المتظاهرين؟ هذا الشيء طبعا اكيد سيؤثر عليهم، وهذا اشياء احنا كلها هاي نعتبرها من حقنا. يعني اليوم احنا من نمارس يعني نمارس حقنا بالعصيان المدني وبالاضراب بكل هاي الوسائل وبالتظاهر، نقطع الطرق مثلا. يا اخي احنا نريدهم يحسون انه كافي كافي، انتهى الموضوع، يعني جيم اوفر، خلاص انتهى. انتم مستمرين الان ترقصون على جثث، شو الهدائنا، ترقصون على جثث. يعني يا اخي ما معقوله. احنا اليوم قدمنا احنا ما يقارب ال 600 شهيد، ولا تزالون تصرون على ان تاتون بمرشح، مرشح من الاحزاب الميليشياويه المدعومه من ايران. ما هذا الهراء يا اخي؟ ما هذا الاستخفاف بالدم العراقي؟ يعني قبل يومين يطلع السيد هادي العامري اللي هو زعيم اكبر كتله ميليشياويه بالبرلمان، كانت من اول يوم لحد الان، اللي هي منظمه فجر، وبكل وقاحه وصلافه يتكلم ويقول مستحيل ان نجعل مجموعه من الاطفال، هو وصفنا باللهجه العاميه البغداديه من الزعاطيط، نعم، مجموعه من الاطفال انه يغيرون حال ومستقبل العراق الذي اعطينا دم عليه. اي دم اعطيته انت؟ على ذكر هذا الموضوع، على ذكر هذا الموضوع استاذ علي، كيف ترى حراك الطلاب واثره في الثوره وصمودها واستمرارها حتى الان؟ الاضراب الطلابي موجود ومستمر ومفتوح، ونحن لم نجبر الطلبة على العصيان ولم نجبرهم على الأضراب. نحن ندعو، نعم ندعو، وهذا من حقنا وحق كفلته لنا كل المواثيق الدولية، لكننا لا نجبرهم على الأضراب ولا على العصيان. لكن الغيرة الوطنية الموجودة بداخل كل عراقي لا يمتلكونها لصوص السلطة، فلذلك يرونها إجرام ويرونها من الجرائم البشعة، لكنهم هم البشعين الذين شوهوا العراق وسمعة العراق. هل سيثنيكم هذا الحراك السياسي عن استمرار الثورة والمطالبة بإسقاط النظام والأحزاب الفاسدة؟ لا عودة لنا حتى إسقاط هذه العملية السياسية البغضاء التي بدأت بالعام 2003 والتي هي مستمرة لحد الآن، وأنتم الآن ترون الحكومة تكشر عن أنيابها وكيف تقتلنا وكيف تختطفنا، ويعني عمليات الاغتيال لا تزال مستمرة. يعني اليوم قبل ساعات من الآن محاولة اغتيال لأحد الناشطين، وهو عبارة عن شخص فنان عراقي معروف فنان كوميدي. يعني ما يعني يعني شوف الخسة إلى أين وصلت، إلى أي مرحلة وصلت. نحن لا عودة لنا إلا حين أن نحقق مطلبنا الأكبر، وهو اقتلاعهم كلهم من الجدر. لا نريد أي وجود لهم في العراق. هؤلاء يجب أن يجتثون من أي عملية سياسية قادمة، يجب أن يجتثون هؤلاء القتلة المجرمين، وخصوصا الأحزاب والكتل الأربعة الكبيرة التي أصرت على أن توقع أن يكون تصيد سهيل مرشحة للعراق. من بغداد الناشط المدني علي عزيز، شكرا جزيلا لك.